بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم تلاميذ سنة رابعة متوسط مع النشاط الرابع المتمثل في تحديد مقر معالجة الرسالة العصبية. قلنا من قبل أن العضو الحسي به مستقبلات حسية تستقبل التنبيه، مثلا هنا المنبه يتمثل في هذه الزهرة. تنشأ الرسالة العصبية الحسية على مستوى المستقبلات الحسية الموجودة على مستوى العين. عندما تنشأ هذه الرسالة العصبية تنتقل على مستوى العصب الحسي، هنا المتمثل في العصب البصري، تصل أخيرا إلى المركز العصبي، بالضبط هنا المركز العصبي الذي يعالج هذه الرسالة الحسية متمثل في المخ. معنى أن الرسالة العصبية تنتقل من العضو الحسي لتصل إلى غاية المخ. دراسة تعضي المخ، لنكتشف المخ ونتعرف عليها. المخ موجود في عضو يعرف بالدماغ، والدماغ مغطى بعظم الجمجمة. إذن فالدماغ مغطى بالجمجمة، ويعتبر المخ أهم مكون من مكونات الدماغ. عظام الجمجمة تغطي السحايا وتفصل هذه السحايا بين الدماغ والجمجمة، دورها هو حماية المخ. تتكون السحايا من الأم الجافية والغشاء العنكبوتي والأم الحنون من ثلاث طبقات. دور السحايا هو حماية الجهاز العصبي المركزي، هنا المتمثل في المخ الموجود داخل الدماغ. إذن وهذا هو دور السحايا. لنتعرف الآن على مكونات الدماغ البشري. تكون من المخ، هذا هو المخ، ومن المخيخ، ومن البصلة السيسائية. إذن ثلاث مكونات تدخل في تركيب الدماغ. الدماغ والنخاع الشوكي كلاهما يشكلان المراكز العصبية. إذن يوجد مركزين عصبيين متمثلين في المخ الموجود في الدماغ، وكذلك متمثل في النخاع الشوكي. المخ يتكون من نصفي كرتين مخيتين، نصف كرة مخية أيمن ونصف كرة مخية أيسر، وبه عدة تلفيف وانثناءات، وبهذا فمساحته كبيرة وتشغل حيزا صغيرا مثلما هو الحال بالنسبة للأمعاء الدقيقة، فهي طويلة جدا وملتفة في مساحة ضيقة، فمساحتها واسعة وتشغل حيزا ضيقا. هنا تظهر طبقات المحيطة بالمخ، فهو محمي. تلفيف المخ، هذه هي الالتفافات، هذه تلفيف المخ التي تجعله يأخذ مساحة ضيقة داخل تجويف الجمجمة. السؤال الأول، حدد أهمية تلفيف المخ. ما فائدة هذه التلفيف؟ إذن فائدة هذه التلفيف أن الدماغ يأخذ مساحة ضيقة، بالرغم من أن مساحته واسعة جدا أو سطحه واسع، وبالتالي فأهميته هي زيادة مساحة القشرة المخية وتحديد فصوص المخ. السؤال الثاني، كيف تفسر أهمية المخ مقارنة بسمكه؟ نلاحظ أن حجم المخ صغير جدا، لكن أهميته كبيرة أو أكبر بكثير من مساحته، وبالتالي فالمخ هو مركز عصبي
تعالج على مستوى قشرته جميع الرسائل العصبية. حدد توضع المادة الرمادية بالنسبة للمادة البيضاء في المخ. على مستوى المخ المادة الرمادية تقع في الحواف، أما المادة البيضاء فتقع في المنتصف كما نرى، على عكس النخاع الشوكي الذي يحدث فيه العكس. نجد أن المادة الرمادية في المنتصف والمادة البيضاء على الحواف. نلاحظ هنا هذه المادة البيضاء وهنا المادة الرمادية. فالجهاز العصبي إما أن يكون جهاز عصبي مركزي متمثل في إما المخ وإما النخاع الشوكي اللي هو نفس الحبل الشوكي، وكذلك الجزء الثاني من الجهاز العصبي متمثل في الجهاز العصبي الطرفي والمتمثل في ملايين ملايين من الأعصاب، قولوا الطرفي أو المحيطي نفس الشيء. الفصوص المخية، فص جبهي موجود من جانب الجبهة، فص جداري، فص صدغي، فص قفوي. إذن توجد عدة فصوص مخية. هذه الفصوص تحدد بينها عدة شقوق: شق رولاندو، الشق الخلفي، شق سيلفيوس، وإضافة إلى الشق القائم. دور ساحات المخ: إن إتلاف أي جزء من المخ نتيجة حوادث أو جلطة دموية يؤدي إلى خلل في وظيفته الحسية أو الحركية حسب المنطقة المصابة. فإذا مثلا حدث تخريب المنطقة رقم 1 هنا من المخ، فالإنسان لا يستطيع أن يحس باللمس، لا يستطيع أن يتحسس للمس، وبالتالي معناه أن هذه المنطقة رقم 1 هي المسؤولة عن اللمس. إذا تخربت المنطقة الثانية فالإنسان لا يستطيع أن يرى، إما أن يصاب بعمى جزئي أو كلي على حسب درجة تخرب هذه المنطقة، وبالتالي فهذه المنطقة مسؤولة عن الرؤية. المنطقة رقم 3 إذا تخربت يفقد الإنسان السمع. المنطقة رقم 4 بجانبها مباشرة يفقد الإنسان التذوق، والمنطقة رقم 5 مسؤولة على الشم. إذن كل منطقة من المخ إلا متخصصة في إحساس معين، بعض المناطق مسؤولة عن الإحساس ومناطق أخرى مسؤولة عن الحركة، وبالتالي فنقول أن المخ مسؤول عن الإحساس والحركة، الحس الشعوري والحركة بالضبط. الحركة التي يكون مسؤول عليها المخ قلنا من قبل أنها الحركة الإرادية. أما بالنسبة للحركة اللا إرادية فالجزء المسؤول عنها هو النخاع الشوكي. فلاحظوا هنا مثلا هذه المنطقة مسؤولة عن السمع، هذه المنطقة مسؤولة عن النطق والكلام، وهذه المنطقة مسؤولة عن البصر والرؤية، هذه المنطقة مسؤولة عن الحركات الأساسية، ومثلا هذه المنطقة مسؤولة عن السلوك والانفعالات. إذن كل منطقة إلا ومسؤولة على إحساس معين، فالمخ مسؤول على الإحساس الشعوري. وبهذا أعزائي أتمنى أنكم استفدتم من هذه الحصة، ومع السلامة في حصة أخرى إن شاء الله.